ان احنا نبقى دايما مع بعض، دايما كتلة واحدة. أرجى الناس وأكثر الناس كرامة وكبرياء الصعيد. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية. بس انتو انتو صمام الأمان لمصر شعبا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. صباح الخير، صباح السعادة على حضراتكم كل مشاهدي برنامج هذا الصباح وشاشة إكسترا نيوز في كل مكان. بنرحب بيكم في بداية يوم جديد النهاردة الخميس 21 ديسمبر 2023، وفي بداية اليوم بنكون سعداء أن يتجدد لقاءنا معاكم من خلال شاشة إكسترا نيوز ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة، وبالتأكيد مجموعة متنوعة من الأخبار والموضوعات. اسمحوا لي في بداية الحلقة أرحب بزميلي العزيز رامي الحلواني. صباح الخير والسعادة يا رامي. صباح الخير عليك يا يارا، وصباح الخير على كل مشاهدي إكسترا نيوز في كل مكان. صباح الخير على أهل فلسطين أصحاب الأرض. في الحقيقة ما زالت القيادة السياسية بتناشد المجتمع الدولي مشاهدينا على تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية فيما يتعلق بالتحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الأعزل. ده ظهر بشكل كبير جدا بوضوح من تجديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتر من مناسبة في الحقيقة على ضرورة العمل على التهدئة في غزة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولا لحل الدولتين. كمان يا رامي، بالإضافة لدى الدور الكبير اللي بتقوم به الدولة المصرية لتأمين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح لإمداد الشعب الفلسطيني باحتياجاته في هذا الوقت العصيب وللتخفيف من حدة الأثار المترتبة عن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. مسؤوليات كبيرة جدا في هذه اللحظات الصعبة نقدر نقول اللي بتمر بيها المنطقة والعالم بتقع على عاتق القيادة السياسية المصرية. ورغم كل هذه الأحداث مشاهدينا، الدولة المصرية حريصة على انطلاق قطار التنمية بلا توقف وأن يقود القطاع الخاص قطار التنمية في مصر وتقديم الحوافز غير المسبوقة للمستثمرين في كل القطاعات، وده يمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية بيديله أولوية، ودي فعلا أولوية الدولة المصرية وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم العمل بالفعل على وضع خطة متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه. وأيضا كمان مشاهدين تعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية. مواضيع كتير وحديث مهم عن كل هذه القضايا والموضوعات هتتابعوه معنا مشاهدينا خلال حلقة النهاردة من هذا الصباح، ده بالإضافة لأخبار أخرى متنوعة ونشرتنا الاقتصادية والرياضية. ختاما هيكون لنا جولة في أخبار الصحافة واللي أبرزت نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع. ضيف جولتنا في الصحافة النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ شادي زلطة المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام. بدايتنا كالمعتاد في أول الحلقة مشاهدينا استعراض لأهم العناوين. مصر تواصل جهودها المستمرة في دعم قطاع غزة. استعدادات عالمية لمواجهة متحورات كورونا الجديدة. الحكومة توافق على حزمة حوافز لتشجيع قطاع السياحة. الصناعات التحويلية تقود قاطرة التنمية الصناعية في مصر.
الصحافة تبرز نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع. بدماء الشهداء والأبرياء، يصنعون ملحمة البقاء، حيث يولد الصبر من قلب المعاناة، ورغم الأسى تستمر الحياة، يجتازون الألم تحت ظل العلم. يتشبثون بأرضهم على مر الزمن، يذودون بالروح عنها وإن عز الثمن. هم الآتون من وحي حطين، السائرون على خطى صلاح الدين، هم أهل فلسطين العزة، وفي القلب منها قطاع غزة. عنوان الفداء وأرض البطولة والكبرياء. من قطاع غزة نبدأ هذا الصباح. أكد وزير الخارجية سامح شكري على الأهمية البالغة للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار مع تأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، وإنهاء الحصار والتجويع والعقاب الجماعي المفروضين دون إنسانية على ما يزيد على 2 مليون نسمة هم سكان القطاع. هذه الجزئية مشاهدين جاءت في كلمة ألقاها وزير الخارجية خلال مشاركته في فعاليات الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي التي تعقد دورته بمدينة مراكش المغربية. الوزير سامح شكري قال إن تصريحات أطراف المجتمع الدولي تكررت مؤخرا بالرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو أمر تعتبره مصر خطا أحمر لا ينبغي السماح بحدوثه على الإطلاق وتحت أي ذريعة، وقد أن الأوان لأن يثبت المجتمع الدولي صدق إرادته في التصدي للممارسات الإسرائيلية التي تدفع عمليا إلى هذا التهجير، ولكي يتسنى إنقاذ أي فرصة للسلام وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة تعمل على تحقيق حل الدولتين وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته الآمنة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. للمزيد من الحديث والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبد المهدي مطاوع، الكاتب والمحلل الفلسطيني. أستاذ عبد المهدي، صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك في هذا الصباح. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. المواقف الدبلوماسية المصرية مستمرة في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، ولكن تكرار هذا الرفض وتكرار الحديث عن وقف إطلاق النار، ضرورة دخول المساعدات، إلى أي مدى بترى أنها تقول للعالم أنه أمام اختبار ما زال لم ينجح به حتى الآن بالشكل المرجو لصالح الشعب الفلسطيني؟ يعني الجهود الدبلوماسية المصرية وعلى رأسها التحركات الخارجية المصرية في خلال المؤسسات الدولية وعبر البيانات التي تصدرها هي لتوضيح حقيقة الموقف المصري الذي يعكس في الواقع الموقف الفلسطيني. هذا الموقف باختصار شديد يحاول الحفاظ على القضية الفلسطينية. من أهم أهداف إسرائيل التي تسعى من أجلها هو تغيير الوضع الديموغرافي في فلسطين، ولن يتأتى هذا الأمر إلا بتهجير
يتم دفع الفلسطينيين إليه بشتى الطرق، منها التهجير القسري تحت واقع العمليات العسكرية، ومنها التهجير الطوعي نتيجة للعمليات العسكرية. في كلتا الحالتين الهدف هو إجراء هذا التغيير. لذلك هذا الأمر يستدعي مواجهة واسعة، وهذه المواجهة الواسعة ليست فقط ما تقوم به مصر وحدها، ولكن يجب أن يكون موقف دولي حازم في هذا الاتجاه، بمعنى أن تمنع الدول الغربية أي مخططات لإغراء الفلسطينيين أو إجبارهم بشكل أو بآخر على الهجرة، وإلا كانوا يعتبروا متواطئين في هذا الإطار. ورغم أن المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة أثبت أنه غير قادر على اتخاذ إجراء حقيقي فعلي ليضغط على إسرائيل نتيجة للهيمنة الأمريكية والغربية على قرار المجتمع الدولي، إلا أنه مصر ما زالت مصرة على اتخاذ هذا المسار الدبلوماسي بإصرار في المؤسسات الدولية. وإذا تابعنا خلال الأيام السابقة كان هناك حراك عربي وجزء منه مصر، هذا الحراك يتحرك في يكون هناك قرارا في مجلس الأمن، هذا القرار من الممكن البناء عليه واتخاذ إجراءات. جرت محاولة سابقة في مجلس الأمن ولم تنجح، جرت محاولات الجمعية العامة وحصدت أصوات كبيرة، هناك محاولة مرة أخرى في مجلس الأمن برغم تأجيلها مرتين حتى الآن لاتخاذ قرار في هذا الاتجاه لوقف إطلاق نار مستدام، وليس لوقف إطلاق نار مؤقت كما ترغب إسرائيل والولايات المتحدة. للأسف خلال الثلاثة أيام السابقة حدثت زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى المنطقة، وكان من المتوقع أن تحاول فيها الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل، ولكن للأسف كانت التصريحات كما توقعنا في البداية، وهي أنها ما زالت الولايات المتحدة تتبنى بشكل كامل أهداف هذه الحرب التي أعلنتها إسرائيل، وأيضا تساند إسرائيل في عدم وجود رغبة لوقف إطلاق نار مستدام، ولكن التركيز على الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تبيح تبادل الأسرى والمحتجزين، بالرغم أن هذه الهدنة سوف توقف بناء الفلسطينيين لفترة زمنية وستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل أوسع، إلا أنها في النهاية تعيد مرة أخرى استئناف هذا الحرب وتعيد مأساة الفلسطينيين مرة أخرى. من الواضح أنه أصبحت دماء الفلسطينيين بالنسبة للإدارة الأمريكية وبالنسبة لإسرائيل أيضا في إطار جهد انتخابي بالنسبة لإسرائيل، نتنياهو يستغل هذا لإطالة حكمه والمناورة للحفاظ على حياته السياسية، والإدارة الأمريكية أيضا أصبحت تستخدم هذه الدماء ودعمها لإسرائيل والتغطية على أفعالها ومحاولة إظهار نفسها أنها تريد أنها ذات وجه إنساني بزيادة المساعدات الإنسانية، ولكن في النهاية هذا على حساب دم الشعب. يعني أصبح العالم أستاذ عبد المهدي يعي تماما بأن انتهاء الحرب في غزة أو القصف المستمر على قطاع غزة يعني انتهاء نتنياهو في منصبه. طيب في ظل استمرار إسرائيل في نهجها الإجرامي، بترصد إزاي حضرتك انعكاس الرفض القاطع من القاهرة لتهجير الشعب الفلسطيني ودور هذا الرفض في إفشال المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية؟ بالأمس كان هناك استضافة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأنا أعتقد أنه هذا يأتي في إطار الجهد المصري لمواجهة ما تنوي إسرائيل القيام به. هذا الجهد يأتي ليس فقط عبر تقديم المساعدات، ولكن عبر تقريب وجهات النظر بهدف وضع حد لهذه الحرب التي يتم شنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ومن الممكن إطالة أمد هذه الهدن بحيث تسمح بالوصول إلى إطلاق نار شامل، بالرغم أن المؤشرات المتاحة حتى هذه اللحظة
لا تشير إلى رغبة لدى الإدارة الأمريكية أو حتى الدول الغربية للوصول إلى هذه النقطة، إلا أن الجهود المصرية في هذا الإطار ما زالت متواصلة مركزة تحاول أن وتحاول وتناور للوصول إلى هذه النقطة لإيجاد ثغرة في هذا الإصرار الأمريكي الإسرائيلي للوصول إلى نقطة من الممكن خلالها أن نتمحور حول هدنة تمتد إلى وقف إطلاق نار شامل ينهي هذه الحرب، وهذا هو الهدف بالتأكيد، يلغي وأيضا يلغي الهدف الإسرائيلي من هذه الحرب وهو التهجير القسري. أستاذ عبد المهدي مطاوع الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، بشكرك على وجودك معنا في هذا الصباح. نستكمل الحديث عن الجهود المصرية وننتقل إلى الشق أو الصعيد الإنساني. 4000 شحنة بوزن 68 ألف طن من المساعدات الإنسانية وصلت من مصر إلى غزة عبر معبر رفح، وسهلت مصر دخول مساعدات إلى الأشقاء أو مساعدات الأشقاء العرب بإجمالي 9507 أطنان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرعاية ومتابعة السيدة الأولى انتصار السيسي. مصر قدمت أكثر من نصف المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة في ظل القصف والحصار المستمر عليه من قبل الكيان الصهيوني، وده من خلال معبر رفح، وفتحت مطار العريش أمام المساعدات الدولية تمهيدا لدخولها عبر المعبر. لكن الجانب الإسرائيلي يعمل بشكل مستمر على إعاقة دخول تلك المساعدات للقطاع إمعانا منه في زيادة معاناة المدنيين وتنفيذ سياسة العقاب الجماعي. لكن مصر تبذل الكثير من الجهود على كافة المحاور للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار. تفاصيل أكتر هنتكلم عنها هاتفيا مع الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. أستاذ محمد صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك. يعني من متابعة حضرتك بتتابع إزاي الضغط المصري على الكيان الصهيوني لإدخال المساعدات إلى أهل قطاع غزة؟ يعني منذ اليوم الأول للتصعيد والدولة المصرية أولت للجانب الإنساني اهتمام كبير واحتل مكانة متقدمة في إطار المقاربة المصرية للتعامل مع تطورات الداخل الفلسطيني. يعني الدولة المصرية بذلت يعني كافة أو استغلت كافة أوراق الضغط من أجل الدفع باتجاه يعني حماية الأمن الإنساني داخل قطاع غزة عبر آلية يعني دعم الجهود الإغاثية للقطاع وإدخال المساعدات بداية من الجهود الخاصة ب يعني تكثيف المباحثات مع قادة المجتمع الإقليمي والدولي وبناء رأي عام دولي داعم لآليات إدخال المساعدات مرورا بتكثيف المناشدات الدبلوماسية للسماح بدخول المساعدات، فضلا عن استخدام الدولة المصرية لبعض الأوراق الضغط التي تملكها في هذا الإطار أيضا. وأعتقد أنه يعني ما يؤكد على نجاح هذه المقاربة المصرية هو استمرار دخول المساعدات الإنسانية وتدفقها يعني منذ تاريخ أول شحنة المساعدات قبيل قمة القاهرة للسلام وحتى اللحظة. يعني طبعا في تحديات بتواجه إدخال المساعدات على غرار عمليات القصف العنيف الإسرائيلية والعمليات البرية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، إلا أن يعني الدولة المصرية وعلى الرغم من هذه التحديات حافظت على يعني نمط أو على مسألة استدامة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وده بيأتي في إطار إدراك الدولة المصرية أهمية هذا البعد الإنساني في ضوء الكارثة الكبيرة الموجودة داخل قطاع غزة بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية الوحشية التي تتم داخل غزة.
نعم أستاذ محمد، حضرتك أشرت إلى أهمية هذا البعد الإنساني، وفي سياق الخبر كنا نتحدث عن زيادة معاناة المدنيين، هذا هو الهدف الإسرائيلي من التعنت في إدخال المساعدات. قراءتك للتأثير الذي تحدثه دخول هذه المساعدات على الصمود وبالتالي إعاقة إسرائيل في الاستمرار للوصول إلى أهدافها حتى وإن كانت مستمرة في ممارستها؟ طبعا هو أحد يعني الأدوات التي تسعى إسرائيل إلى توظيفها في إطار حربها الشاملة وحرب الإبادة التي يعني تخوضها داخل قطاع غزة حاليا، بتتمثل بشكل رئيسي في مسألة الحصار الشامل وتجويع الشعب الفلسطيني. يعني في سياسة تجويع ممنهجة بتتم بحق الشعب الفلسطيني، وفي القلب من أدوات التجويع التي تستخدمها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني مسألة عرقلة وإعاقة يعني دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. حاولت إسرائيل في البداية منع إدخال المساعدات الإنسانية بأي شكل من الأشكال إلى داخل قطاع غزة في مسعى لفرض حصار شامل يعني متعدد الأبعاد والأوجه على القطاع، ولكن نجحت الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية واستدامة إدخال هذه المساعدات، وده طبعا دعم ودفع باتجاه دعم يعني الأمن الإنساني لسكان القطاع، وده طبعا عزز من قدرتهم على الصمود والمقاومة في وجه هذه العمليات الإسرائيلية التي لا تقتصر فقط على العمليات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل سياسات تهجير ممنهجة، سياسات حصار شامل، سياسات تدمير للبنى التحتية والخدمات الأساسية داخل القطاع. كل هذه يعني الأزمات الإنسانية الكبيرة داخل القطاع بتعزز من أهمية البعد الإنساني في المقاربة المصرية للتعامل مع التطورات. بالتأكيد، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي متشافة اللي بقالها زمان. مصر المحروسة 100 مليون بوسة، 100 مليون ورد على أصحابي وحبايبي هنا على بحري، سلاماتي للكل معاك. سلم على البلد اللي بتيجي دايما عالبال، فحبيبتي يا مصر بصوت شادية لما بتتقال، على رملة سينا فجر الليالينا للذكرى كاتبين اسامينا على كل مكان. سلم على مصر، سلم على مصر، سلم على مصر. مع حضراتكم مشاهدينا نتجه للشأن الداخلي، وتصريح للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال فيه ان برنامج الطروحات بيستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة التي لا تدار أو تحقق عوائد بالصورة المرجوة. أضاف كمان خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة مساء الأربعاء أن البرنامج يعزز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع قيمة تلك الأصول وتحقيق الدولة عائد أكبر منها. كمان ذكر أن الجزء النقدي من برنامج الطروحات سيسهم في سد الفجوة الدولارية التي تعاني الدولة أزمة فيها، وأكد كمان أن البرنامج يرفع كفاءة العوائد المتحققة من تلك الأصول بصورة عالية. وللمزيد مشاهدينا نتابع هذا العرض ونعود مرة أخرى في هذا الصباح.
خلونا نتكلم بتفصيل أكثر مع الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. دكتور صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك في هذا الصباح. يا أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور. في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة جدا، برنامج الطروحات مثلما جاء في كلمة رئيس الوزراء يحقق الكثير من المكاسب، لو نستوضح من حضرتك أكثر أهميته ومردوده على الاقتصاد المصري. في البداية برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طبعا احنا النهارده برنامج الطروحات النهارده يعني هو المهم في كلمه دوله الرئيس بالامس ان بقى برنامج اساسي طبقا للدوله وليس تعامل مع مستجدات الاحداث العالميه او طبقا لظروف خاصه. فالنهارده بنشوف ان الدوله ابتدت تطبق خطوات ان هي تزيد من مشاركه القطاع الخاص، بتدعو الاستثمارات بشكل تخلي عن المشروعات القائمه اللي دارتها الدوله في وقت من الاوقات وكان لزاما على الدوله ان هي تقوم بهذه المخاطرة في تحمل مشروعات كبيرة تقوم بها. طبعا تراجع القطاع الخاص في وقت من الأوقات. فالنهاردة زيادة الطروحات وطرحها لزيادة المشاركة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، أعتقد أن دوت بخطوة من الخطوات الجيدة جدا اللي ليها دور كبير في ضخ المزيد من العملة الصعبة لسد الفجوة الدولارية اللي بيعاني منها الاقتصاد المصري في وقتنا الحالي. ومن جهة أخرى طبعا احنا بنعظم من قيمة الشركات والمشروعات اللي أقامتها الدولة ويمكن لإدارتها مش بالشكل التام 100%. فالنهاردة فكرة ان هي تتخلى الدولة عن جزء من هذه الإدارة للقطاع الخاص، ان هو بنقول ان هو ممكن يكون هو الأقدر على إدارة هذه المشروعات، ده في فايدة للجميع. النهاردة بزود من مشاركة القطاع الخاص، بسد الفجوة الدولارية وبزيد من حصيلة العملات المحلية. من جهة أخرى بزود في الناتج المحلي الإجمالي باعتبار أن هذه المشروعات في طريقها إلى التشغيل بالدرجة القصوى، يعني بزود نسب التشغيل، بزود فرص تشغيل العمالة، بزود توطين وجذب استثمارات أخرى في هذه المجالات اللي بيتم الترويج لها. فأعتقد أن الموضوع مفيد بكل جوانبه. يعني دكتور محمد، خاصة مع وجود طبعا إطار مؤسسي متمثل في وحدة الطروحات، كيف سيسهم هذا البرنامج وهذا النهج في الجزئية الهامة اللي ذكرها رئيس الوزراء بأن الجزء النقدي من برنامج الطروحات سيسهم في سد الفجوة الدولارية التي تعاني الدولة فيها أزمة حاليا؟ طبعا هي النهارده المشروعات اللي الدوله ابتدت يعني تضعها في برنامج الطروحات كلها مشروعات اللي بينظر اليها العالم بان الاعتبار. النهارده بتكلم مشاريع الطاقه، مشاريع السياحيه زي ما شفنا بالامس، بتكلم النهارده على مشروع اداره المطارات واللي مصر توسعت فيها خلال الاعوام القليله الماضيه اللي بقى فيه انشاء مطارات في كل ربوع الجمهوريه. وكل هذه الامور بينظر اليها المستثمر سواء المحلي او المستثمر الاجنبي بالاخص بعين الاعتبار. فالنهارده اللي هذه الطروحات اعتقد ان هي ستزيد من العمله الصعبه في وقت ممكن يكون قصير الاجل. احنا النهارده وصلنا تقريبا ما يقرب من 6 مليار دولار حصيله هذه الطروحات، فاعتقد ان احنا في طريقنا الى زياده الحصيله الدولاريه. ومن هذه النقطه تحديدا في ظل الازمات المتصاعده عالميا، ما زالت مصر بتسطر في جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره تجربه فريده من نوعها، لان احنا بنشوف الاستثمار الاجنبي المباشر على مستوى العالم تراجع منذ 2021 نتيجة الأزمات العالمية، لكن مصر ما زالت النهاردة بما تمتلكه مصر. ويمكن ده اللي بنشدد عليه دايما ان مصر البنية التحتية اللي تم استحداثها في خلال السنوات القليلة منذ تولي السادة الرئيس مخارج الحكم وبنقول عليها جمهورية جديدة وبنفتخر بهذه الجملة، هي اللي مكنت مصر النهاردة ان هي عندها المزيد من الفرص ويمكن حتى فرص جديدة النهاردة زي مشاريع الطاقة والهيدروجين الأخضر اللي هي بتسلط الضوء عليها والمستثمر الأجنبي بيسعى الى الاستثمار فيها. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. مشاهدينا، معدنا الآن مع أخبار الاقتصاد في هذا الصباح مع الزميلة العزيزة آيات عبد اللطيف. آيات، إليك وصباح الخير عليك. شكرا رامي وتحياتي لكم مشاهدينا الكرام، وهذه وقفتنا الاقتصادية لهذا الصباح.
ارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 6% في نوفمبر مع استمرار الشركات المصنعة في معالجة الطلبيات المتراكمة، ما يضع المنطقة على مسار تحقيق نمو بأرقام مزدوجة العام الجاري. وذكرت جمعية مصنعي السيارات الأوروبية أمس أن تسجيلات السيارات الجديدة قفزت للشهر 16 على التوالي لتصل أكثر من 1,000,000 وحدة، وشكلت السيارات الكهربائية بالكامل 17% من إجمالي عمليات التسليم. ومع ذلك لا تزال مخاطر الركود في منطقة اليورو مرتفعة، تباطأ الطلب على السيارات الكهربائية بسبب تقلص المساعدات والبنية التحتية غير المكتملة وطرازات السيارات دون المستوى التي تبعد المشترين. ارتفعت صادرات روسيا من النفط خلال الشهر الجاري بفضل زيادة تدفقات الديزل، بعدما زادت شركات التكرير المحلية عملياتها. بلغ متوسط إجمالي الشحنات المصادرة من روسيا 2,400,000 برميل يوميا في الأسابيع الأربعة المنتهية في 17 من ديسمبر، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج من شركة فورتسكا لتحليل البيانات، وهو أعلى مستوى لحجم الصادرات منذ منتصف سبتمبر. وأظهرت التدفقات الأسبوعية الأكثر تذبذبا قفزة في الصادرات لتتجاوز 3,000,000 برميل يوميا في أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي. ثبتت البنوك في الصين سعر فائدتها الرئيسية للإقراض بعد تحرك مشابه للبنك المركزي، ما عزز توقعات بمزيد من التيسير النقدي في أوائل 2024. وأبقت البنوك التجارية بالبلاد على أسعار الفائدة الأساسية للإقراض دون تغيير، بما فيها سعر فائدة الإقراض لخمسة أعوام المستخدم بوصفه معيارا للرهون العقارية. يأتي ذلك بعدما أبقى بنك الشعب الصيني ما يسمى بتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير الأسبوع الماضي بعد تخفيضها أغسطس الماضي. تراجعت صادرات اليابان للمرة الأولى منذ 3 أشهر في نوفمبر في إشارة جديدة إلى تعثر التعافي الاقتصادي. وقالت وزارة المالية أمس إن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 2% ما كانت عليه قبل عام، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 1.4% فيما انخفضت الواردات بنسبة 11.9% مقارنة بإجماع التوقعات على انخفاض بنسبة 8.6%. واتسع العجز التجاري إلى 776,900,000 ين. وشهد الاقتصاد الياباني أكبر انكماش له منذ ذروة الوباء في الأشهر 3 حتى سبتمبر. وأشار بنك اليابان في تقرير التوقعات لشهر أكتوبر إلى أن الصادرات والإنتاج من المتوقع أن تكون ثابتة إلى حد ما في الوقت الحالي، متأثرة بتباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصادات الخارجية، وذلك على الرغم من ضعف سعر الين الياباني والذي عادة ما يدعم الشحنات الخارجية. ارتفعت الأسهم الأسيوية بعدما واصلت نظيرتها الأمريكية في وول ستريت ارتفاعها، مع تجاهل المتداولين تحذيرات صناع السياسات الذين يحاولون كبح التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ عند افتتاح التداولات، في حين تقدمت المؤشرات القياسية في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا أيضا. وسجل مؤشر ناسداك 100 وداو جونز الصناعي أعلى مستوياتهما على الإطلاق أمس، في حين أضاف مؤشر ستاندرد أند بورز 500.6% ليقترب بسرعة من مستوى قياسي.
ختام وقفتنا الاقتصادية لهذا الصباح، وهذه عودة إلى زميلي بالاستوديو لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. شكرا لك آيات، وبرحب بحضراتكم من جديد مشاهدي هذا الصباح، مستمر معكم على إكسترا نيوز. نتكلم عن الظواهر الفلكية الفريدة اللي بنشهدها. يمكن امبارح كنا بنتكلم عن تعامد الشمس على معبد الكرنك، ودلوقتي خلونا نتكلم عن ما يحدث في محافظة الفيوم. شهدت محافظة الفيوم صباح اليوم الخميس الظاهرة الفلكية الفريدة التي تتكرر صباح يوم 21 من شهر ديسمبر من كل عام. تعامدت الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون واستمرت قرابة 25 دقيقة. من المعروف أنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون عام 2003 المحافظة بتوليها اهتمام لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل في أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر، وبدأ الاحتفال بهذه الظاهرة منذ قرابة 12 عاما. تماثل ظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل، والنهاردة برضو في معبد الكرنك 21 ديسمبر. احنا في هيئة تنشيط السياحة بناء على توجيهات معالي الدكتور أحمد أنصاري محافظ الفيوم بنعمل استعداد لرصد الظاهرة وتوثيقها كل عام. فالنهاردة وده نوع من أنواع الترويج والتنشيط للمحافظة سياحيا، كنوع من أنواع السياحة الثقافية، لأن المعبد طبعا من أيام الحقبة اليونانية الرومانية يعتبر المعبد الوحيد اللي شبه كامل في احنا النهارده بنرصد هذا الحدث او الذي بيحدث مره كل عام في 21 ديسمبر، وهو الانتقال من فصل الى فصل عند المصري القديم. هذه الظاهره ليست قاصره فقط على قصر قارون، وانما ايضا موجوده في معبد الكرنك في نفس هذا التوقيت. هذه الظاهره بتعتبر يعني احدى ابداعات المصري القديم في علم الفلك والهندسه، وبتدل على ان المصري القديم يعني هو الرائد دائما في وصاحب هذه الحضاره العريقه اللي أثرت الحياة سواء في مصر في العالم القديم أو العالم الحديث. احنا عارفين هذا المعبد يرجع إلى العصر اليوناني، وبالتالي وإحنا عارفين من المصادر التاريخية بأن فلاسفة اليونان والرومان كانوا بيجوا يتعلموا في المعابد المصرية ونقلوا جميع العلوم والمعارف التي برع فيها المصريون القدماء ونقلوها إلى أوروبا، وبالتالي هذا العلم الموجود حاليا في العالم هو أصله عندنا في مصر القديمة. إبداعات المصري القديم مستمرة ولسه اللي ما تمش اكتشافه أكيد أكتر بكتير. تعالوا نتكلم بشكل مفصل أكتر مع دكتور مجدي شاكر الخبير الأثري. دكتور مجدي صباح الخير على حضرتك. الزيارة وتحياتي لكل مشاهدين حضرتك. ورامي الحلواني مع حضرتك دكتور مجدي. حياتي أستاذ رامي. أهلا بك دكتور. يعني أهمية هذه النوعية من الظواهر اللي بتكتشف في التاريخ المصري القديم وأهميتها في جذب السياحة العالمية للدولة المصرية. والله أستاذ رامي احنا اقترحنا من زمان أن يكون هناك يعني سياحة جديدة اسمها سياحة الشمس. نعم. يجب أن مصر يكون فيها نوعين من السياحة، يعني أتمنى أن هم موجودين، سياحة الأهرامات وسياحة الشمس. سياحة الأهرامات عشان نبين لكل اللي بيجوا من مصر مش الهرم الأكبر فقط، إن مصر
فيها حوالي 136 هرم، في جبانه منفي لوحدها فيها حوالي 60 هرم، وتطور بناء الهرم. واقترحنا ان تكون هناك سياحه للشمس، لان هناك بعثه اسبانيه مصريه جاءت منذ عده سنوات واستطاعت ان تثبت ان مصر القديم كان ليبني معابده كلها متوافقه مع الشمس. سمعنا الشمس لان حضرتك عارف ان احنا النهارده بدانا موسم الشتاء، وموسم الشتاء هو بيسموه في مصر القديم برد، برد بمعنى الانبات. فخلاص هيبدا يزرع القمح والشعير ويزرع المحاصيل اللي هو عايزها والكتان طبعا، لان المصري كان في مصر القديمه بيزرع مره واحده، فبعد فتره طويله من الفيضان خلاص الفيضان خلص والارض استقرت، يبدا النهارده موسم الزراعه. فبالنسبه له فصل الشتاء كان فصل مهم جدا جدا، وبالتالي كل ما عرف الشمس بالنسبه له كمان هي المعبود راعه اللي هو بالنسبه له اهم المعبودات، ثم بعد كده جات لنا المعبود اتون في عهد اخناتون. فالشمس بالنسبه له هي محور حياه، هي مؤثره في كل شيء، فبالتالي كان هناك فلك مهم جدا. وكان عندنا يعني ما يسمى بالمرصد الفلكي، دي موجود في مدينه قنف المطريه، اللي استطاعوا من خلال ان هم يحددوا بدايه فصل الفيضان بيجي امتى وبينتهي امتى، وبالتالي كانت علم الفلك عند مهم جدا. فكل معابد المصريين القدماء، كل اهراماتهم، كل منشاتهم المعماريه لابد ان يشترك فيها الفلك. وكان دايما في انشاء المقابر والمعابد كان ما يسمى معبود الشستاك، والشستاك هي آلهة الكتابة في مصر القديمة، فدي من المعبودات المهمة جدا، وكانوا بيشتركوا في موضوع البناء. وبالتالي نتمنى أن تكون هناك سياحة جديدة اسمها سياحة الشمس، نستطيع نعمل باكتش كده مع السواح المهتمين بهذه الظاهرة، لأنها موجودة عندنا في معبد أبو سمبل مرتين، موجودة عندنا في معبد إيبز، موجودة عندنا في الكرنك امبارح برضو أو النهاردة 21، موجودة في معبد حتشبسوت. يعني هذه الظاهرة برضو الشمس بتخش قدس الأقداس في معبد حتشبسوت، فتخيل حضرتك في يوم واحد عندنا معبد قصر قارون، عندنا حتشبسوت، وعندنا الكرنك. وبالمناسبه عايزين نقول لكل الناس ان معبد قصر قارون ليس له علاقه يعني بقارون الذي ورد ذكره في الكتب السماويه، المعبد لانه موجود جنب بحيره قارون، وسميت قارون برضه ليس له علاقه لانها جايه نتيجه القرون او الخلجان، هي عباره عن يابس جوه الميه، قرن وقرن وقرن بيسموها قرون يعني عشان الناس اللي بتدعي انها قارون. فهو معبد يوناني روماني. كمان الشمس لما بتدخل في هذا المكان او قدس الاقداس في ثلاث مقاصير، بالمقصوره الوسطى اللي هي فيها المركب المقدس، والمقصوره اليمنى اللي هي فيها يعني بعض الاشياء الخاصه بالعقائد، اما المقصوره اليسرى بتش عليها الشمس خالص لان بيبقى موجود فيها الـ يعني المعبود سوبك، وسوبك هو المعبود الرئيسي لهذا المعبد اللي هو التمساح. فالتمساح المحنط مش ممكن تيجي على الشمس ابدا، وحضرتك عارف ان التمساح دايما يعني ما يطلعش بره الميه كتير، لانه لو طلع بره المره كتير هيتاثر. وبالتالي المعبد مهم جدا جدا، في حوالي 100 غرفه كان بيوضع فيها الاساس. يعني يا دكتور مجدي معلومات مشوقه ومحفزه لكل من يحب الاثار، وحضرتك قلت لنا في سياحه جديده هتعمل عليها اكيد الفتره الجايه الجهات المعنيه، سياحه الشمس، واحنا بنتكلم عن الظواهر الفلكيه الفريده اللي بتحصل في المعابد المصريه. انا بشكرك على وجودك معانا دكتور مجدي شاكر الخبير الاثري. يعني من الحديث عن إبداعات المصري القديم ومقترحات دكتور مجدي يعني استحداث أساليب جديدة وأنواع جديدة من السياحة، نتكلم كمان عن الجهود اللي بتقوم بها الدولة في قطاع السياحة. استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وده ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. تم التأكيد خلال الاجتماع على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غرف فندقية جديدة من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15,000 غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبا، وحوالي 2 ملياري جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية. ده بجانب توفير حوالي 45,000 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة مع بدء تشغيل الغرف. خلونا نتكلم بالتفصيل أكثر، ومعنا عبر الهاتف الأستاذ محمد فاروق الخبير السياحي. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك في هذا الصباح. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. حزمة الحوافز المقترحة لزيادة الغرف الفندقية إزاي بيساعد في الإضافة أيضا لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع السياحة واستيعاب عدد السائحين المستهدف؟ طبعا حضرتك عارفة أن احنا الدولة مستهدفة في استراتيجيتها 2028 للوصول ل 30 مليون سائح، وده بيستدعي وجود 500,000 غرفة فندقية في المخازن السياحية المصرية. احنا عليها بنملك منهم حوالي 250,000 غرفة اللي تم تطويرهم خلال الفترة اللي فاتت، زي اللي كان شغال واستخدم.
الدوله تقابل بهذه المبادره للمره الثانيه خلال 6 شهور، لان المبادره الاوليه كانت شهر 4 اللي فات، اللي هي كانت برضه بنفس القيمه لنفس الهدف بنفس القيمه بنفس الشروط. ده بيؤدي بيؤكد قد ايه دعم الدوله وتاكيدها على الوصول للمستهدف في بناء الغرف الفندقيه للوصول الى هذا الرقم المطلوب الوصول اليه. فبالتالي المبادره نزلت وشروطها منطقيه تماما ومحطوطه للمستثمرين الجادين، سواء كانوا عندهم استثمارات لن يستطيعوا استثمارها نتيجه القصور المادي، او ان هم عايزين يقوموا بالتطوير والتوسع او انشاءات جديده. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد فاروق الخبير السياحي. نروح مع حضراتكم مشاهدينا لملف آخر وهام جدا، وكشفت منظمة الصحة العالمية في بيان لها عن تفشي متحور جديد لفيروس كورونا اسمه JN1، موضحة أنه نظرا لسرعة انتشار JN1 المتحور ده، فإن منظمة الصحة العالمية بتصنفه على أنه متحور منفصل مثير للاهتمام ناتج عن السلالة الأم BA286. وكان هذا المتحور مشاهدينا قد صنف سابقا على أنه متحور مثير للاهتمام بوصفه جزء من السلالات BA2 الفرعية، واستنادا إلى البيانات أيضا المتاحة. بيشير التقييم إلى أن الخطر الإضافي اللي بيشكله هذا المتحور على الصحة العالمية الصحة العامة العالمية بيصنفون هو خطر منخفض. وعلى الرغم من ده ومع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد من JN1 متحور هذا المتحور عبء الأمراض التنفسية في العديد من البلدان. للمزيد عن الإجراءات الوقائية نتابع هذا العرض. معكم مشاهدينا نتحدث أكثر عن إجراءات الوقاية من هذا المتحور الجديد من كورونا. ينضم لنا عبر الهاتف دكتور أشرف عقبة رئيس قسم البطنة بطب عين شمس سابقا. دكتور أشرف صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك أستاذ رامي، صباح الخير على يارا، صباح الخير على كل المشاهدين. اهلا بحضرتك. ودكتور يعني واحنا بنقرا هذا الخبر بهذه التفاصيل، ماذا يعني كلمه متحور منفصل مثير للاهتمام هذا التصنيف؟ فعلا منظمه الصحه العالميه منذ بدايه جائحه كورونا صنفت المتحورات او السلالات الجديده اللي بتظهر الى درجات مختلفه، وده على حسب 4 حاجات مهمه. اول حاجه هي سرعه الانتشار، وتاني حاجة شدة المرض اللي بيسببه هذا المتحور، وبعدين استجابته للقاحات الموجودة أو المتاحة، وأخيرا استجابته للأدوية اللي ممكن أن يتم العلاج بيها. وبالتالي إذا كان المتحور بيقع في دائرة أنه هو ما هواش شديد في إصابة المرض، لكنه ممكن مثلا يكون سريع الانتشار، وقد يكون استجابته للقاحات أو استجابته للأدوية متغيرة عما سبق من لقاحات، ففي الحالة دي بتصنفوا على أنه هو مثير للاهتمام. لكن إذا كان شدة المرض عالية ومعدلات الانتشار كبيرة جدا، في الحالة دي بيتم تصنيفه على أنه مثير للقلق. وإذا زادت الأمر ممكن أنه هو يبقى مثير للخطورة. وبالتالي المتحور اللي احنا بنتكلم عليه هو مثير للقلق، يعني في المرحلة الأولى من مثير للاهتمام، في المرحلة الأولى من دائرة الاهتمام العالم. لكن العالم الحقيقة في الفترة دي بيعاني من التريبل ديمك، يعني 3 فيروسات الحقيقة شغالة بتعمل أعراض شبه البرد والإنفلونزا. احنا عندنا الإنفلونزا فيروس، وعندنا
الفيروسي التنفسي المخلاوي. يا فندم مع حضرتك. عندنا الفيروس التنفسي المخلاوي وعندنا فيروس كورونا، الثلاثة الحقيقة في التوقيت ده بينشطوا، وبالتالي العالم كله الحقيقة بيبدأ ان هو يتخذ الإجراءات علشان يمنع هذه الإصابة. وطبعا كلنا من الحقيقة من خلال جائحة كورونا اللي بدأت في نهاية سنة 2019 اتعلمنا انه الإجراءات الوقائية هي مهمة جدا علشان نقدر نحمي أنفسنا من الإصابات، وخاصة بإصابات اللي هي جهاز التنفسي العلوي اللي ممكن انها تؤدي الى أعراض شبه البرد أو الانفلونزا. طب دكتور، حضرتك أشرت للمعايير اللي على أساسها بيتحدد طبيعة هذا الفيروس، منها استجابته للقاحات وللأدوية. أول سؤال طبيعي أي حد يسأله، أنا أخذت لقاحات وقت كورونا، هل ده يحميني من هذا الفيروس ولا لا؟ اللقاحات الحقيقة بتقدر أنها تدي مناعة، ولكن مش بشكل كامل أو بدرجة 100%، لكن اللقاحات بتقلل من شدة الإصابة بشكل عام. طبعا المتحورات الجديدة اللي بتظهر بتكون استجابتها للقاحات أقل مما سبقها، لأنه هنا اللقاحات المفروض زي بالضبط إحنا بنستخدم يعني لقاح متخصص للتركيب بتاع هذا الفيروس. نعم. بيحصل تغيرات في تركيب الفيروس، وبالتالي استجابته للقاحات بتكون أقل بدرجة من استجابة سابقيه من السلالات الأخرى. وده اللي بيحصل فعلا، اللي احنا بنشوف انه هذه التغيرات اللي بتحصل انه بيظهر سلالة جديدة، هذه السلالة بتكون فيها اختلاف عن التركيب الجيني بتاع السلالة السابقة، وده بيخلي ان اللقاحات بتكون اقل تأثيرا على السلالة الجديدة اللي بتظهر. نعم، انا بشكرك. يظل في الاخر انه الحرص على الحصول على اللقاحات هو شيء مهم، وطبعا اساليب الاجراءات الوقائيه من غسيل الايدين ولبس الماسك ومنع اي شخص مريض انه هو يذهب الى الاماكن المغلقه غير جيده التهويه او الى العام. بالتاكيد، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل دكتور اشرف عقبه، رئيس قسم البطنه بطب عين شمس سابقا. نروح لذكرى هامة جدا، وذكرى إنشاء جامعة القاهرة أو الجامعة الأهلية المصرية كما كانت تسمى، إحدى أهم منارات العلم في مصر والوطن العربي لما تحتوي من أساتذة ومقتنيات، مكتبتها كمان التي تحوي العديد من الكتب التراثية الثقافية. تفاصيل أكتر عن جامعة القاهرة في العرض التالي.
وطبعا كل يوم الصبح لازم نطمن ونطمن حضراتكم على حالة الشوارع. ودلوقتي هنروح لاستعراض الحالة المرورية في بث مباشر لكاميرا إكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الزميلة العزيزة ريهام فيكتور مراسلة إكسترا نيوز. صباح الخير عليك ريهام ونقل لنا الصورة عندك. بصبح عليكم في الاستوديو وطبعا بصبح على كل مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. احنا بالفعل دلوقتي كما ذكرتي من داخل غرفة عمليات الادارة العامة لمرور الجيزة بنتابع معاكم حالة السير اللي اعتدنا عليها في كل صباح لتسهيل حالة السير للمواطنين خلال الساعات الاولى من الصباح الباكر. خلال نظرة سريعة على هذه الشاشات لاحظنا وجود سيولة مرورية على اغلب الطرق والشوارع وايضا كان هناك بعض الكثافات المرورية الاخرى نظرا لان هذا التوقيت من الصباح الباكر هو توقيت خاص بنزول الطلاب إلى المدارس والجامعات وأيضا ذهاب الموظفين إلى عملهم. خلينا نبدأ مع بعض يعني بشكل تفصيلي أكثر مع كوبري أكتوبر. هذا الكوبري بالتحديد اللي بيعد شريان هام جدا للطرق وبيسهل عملية السير على المواطنين خاصة إن هو يعني بيربط العديد من الطرق داخل الجيزة. هنلاحظ سيولة مرورية في كلا الاتجاهين سواء الاتجاه لي البطل أحمد عبد العزيز أو الطريق الآخر المتجه إلى القاهرة بالتحديد مدينة نصر ومصر الجديدة. أما عن ميدان لبنان القادم من محور 6 أكتوبر عن طريق محور السودان أو الطريق الآخر المتجه إلى أكتوبر والديري لا يوجد أي نوع من الكثافات المرورية كما هو موضح أمامنا على الشاشة. لو انتقلنا مع حضراتكم لكوبري الدقي وهو بالتحديد الذي يربط ميدان الأرمان جامعة القاهرة وحتى جامعة الدول يعني كذلك الأمر في اتجاه شارع التحرير القادم من شارع السودان باتجاه ميدان الجلاء سنلاحظ أيضا سيولة مرورية تامة. أما عن ميدان الجلاء وهذا الميدان بالتحديد اعتدنا منه على السيولة المرورية خلال الساعات المختلفة في اليوم الذي يربط بين الجيزة والقاهرة سيولة مرورية على كلا الاتجاهات الاتجاه من كوبري الجلاء أو حتى نفق العجوزة وأيضا من مدخل شارع التحرير أو مخرجه إلى الميدان. أما عن كوبري عباس هذا الكوبري هناك سيولة مرورية ناحية القاهرة أو الجيزة أو حتى اتجاهي البحر الأعظم. أما عن الفلوجة بالتحديد شارع شارع النيل سواء القادم من الكيت كات أو ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة هناك أيضا سيولة مرورية واضحة. هكذا مشاهدينا نكون قد استعرضنا مع حضراتكم أهم الطرق من داخل إدارة الجيزة ونعود إليكم من جديد في الاستوديو. الزميلة العزيزة ريهام فيكتور مراسلة إكسترا نيوز بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه التغطية حول الحالة المرورية في الشوارع المصرية. وعلى رأس الساعة مشاهدينا كالمعتاد لنا موجز لأهم وآخر الأخبار ونجدد الترحيب بالزميلة العزيزة آيات عبد اللطيف إليك آيات مرة أخرى. شكرا يا يارا وأجدد لكم تحياتي مرة أخرى مشاهدينا الكرام وهذه وقفتنا مع موجز التاسعة صباحا. التاسعة صباحنا السابعة بتوقيت غرينتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم. تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال شهد قيام الرئيس التركي بتوجيه التهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأشار المتحدث باسم رئاسة إلى أن الرئيس السيسي ثمن هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي خاصة جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، الذي قدم التهنئة للرئيس السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن أمير قطر أكد حرص بلاده على استمرار العمل المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين. كما ثمن الرئيس السيسي اللفتة الكريمة من أمير دولة قطر، مؤكدا مواصلة مصر العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل جهودها لتطبيق سياسة وثيقة ملكيات الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل. وخلال مؤتمر صحفي عالمي أضاف مدبولي أن الدولة حققت 5,600,000,000 دولار من خلال التخرج الكلي والجزئي من 14 شركة. وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة أجرت دراسات على طرح 50 شركة ضمن برنامج الطروحات، فيما تدرس أيضا إدخال القطاع الخاص في تشغيل وإدارة بعض المطارات، مؤكدا أن الدولة حريصة على تفعيل سياسة وثيقة ملكية الدولة واستمرار برنامج الطروحات. يواصل اليوم مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ويطالب مشروع القرار الذي أرجئ التصويت عليه في مجلس الأمن 3 أيام متتالية، يطالب المنظمة الدولية بمراقبة تسليم المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني. نقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن بيونغ يانغ لن تتردد في شن هجوم نووي إذا استفزها عدو بأسلحة نووية. وقال كيم إن تدريبات على إطلاق أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات أظهرت قدرة الجيش العالية على التحرك والهجوم السريع، ودعا إلى بذل الجهود لتعزيز كفاءة الصاروخ القتالية. وكانت بيونغ يانغ قد أجرت الأسبوع الجاري تجربة قالت إنها لأحدث صاروخ باليستي عابر للقارات. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتحمل عواقب إقرار قانون صارم بشأن الهجرة في فرنسا، مؤكدا أن الشعب الفرنسي انتظر هذا النص. واعتبر ماكرون أن القانون هو الدرع الذي تفتقر إليه فرنسا، مشيرا إلى أنه يهدف إلى ردع المهاجرين غير الشرعيين. وكان البرلمان الفرنسي قد وافق بشكل نهائي على قانون الهجرة، ما أدى إلى تجديد شروط استقبال الأجانب بفرنسا. ختام الموجز، وهذه عودة إلى زميلي بالاستوديو لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. شكرا لك آيات، وبرحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا بعد قليل معاد يتجدد في فقرتنا، فقرة هذا الصباح واستوديو هذا الصباح. حديثنا اليوم في هذه الفقرة مشاهدينا عن توجه الدولة المصرية لتطوير الصناعات التحويلية، والذي أصبح أحد أهم أولويات في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ضمن الدعم الشامل اللي بتوليه لقطاع الصناعة والقطاع الخاص. للحديث بشكل مفصل عن هذا الموضوع هيكون ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد عز الدين، الكاتب المتخصص في شؤون الاقتصاد. مليون بوسة، 100 مليون ورد على أصحابك وحبايبي هنا
هادية لما بتتقال على رملة سينا فجر الليالينا للذكرى كاتبين اسامينا على كل مكان. سلم على مصر، سلم على مصر، سلم على مصر. عشان نهتم بالصناعة ونتحرك فيها هناخد وقت وجهد كبير قوي وتكلفة كبيرة. مشروع زي اللي احنا بنتكلم فيه ده غير تمن الارض والمرافق اللي هي بتوصل لها بتتكلم في 800 مليون دولار ولا انا مش واخد بالي؟ فالرقم كبير يا جماعة. عشان تعمل مصانع كثيرة تقدر تحقق بيها اولا حاجاتك اللي انت عايزها ويتبقى جزء للتصدير، ده موضوع هياخد وقت. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الى هذه الفقره اللي هنتكلم فيها عن تطوير الصناعات التحويليه. والحقيقه ان الدوله المصريه تسعى بجهود كبيره وخطوات متسارعه لخلق مجتمع صناعي قادر على المنافسه عالميا، بحيث يكون القاطره الرئيسيه للنمو من خلال عده محاور. اولها تهيئه مناخ ملائم للتنميه الصناعيه وزياده القدرات التنافسيه للمنتجات المصريه. الدوله كمان اتجهت لتعزيز هذا التوجه لتطوير الصناعات التحويليه، واصبح أحد أهم أولويات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية واللي تم إطلاقه في أبريل عام 2021، واللي أحد أهم أهدافه هي تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدراته، كمان ليستطيع ملاحقة التطورات التكنولوجية في العالم عشان يكون قادر زي ما قلنا على المنافسة الدولية. تعزيز قدرات القطاع الصناعي وتوفير مناخ يساعد على الصناعة المستدامة في مصر، بالإضافة لتوضيح مفهوم الصناعة التحويلية والفرص الواعدة أمام الاقتصاد المصري. عن كل هذه التفاصيل والأمور هيدور حديثنا مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو، الأستاذ محمد عز الدين الكاتب المتخصص في شؤون الاقتصاد. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور يا فندم. صباح الخير أستاذ محمد، برحب بحضرتك. وفي البداية هاخد من تقديم تيارة والملف اللي ذكرتيه مفهوم الصناعات التحويلية وفرص قيادة هذا القطاع لقاطرة التنمية الصناعية في مصر. الصناعات التحويلية ببساطة هي كل ما يتم صناعته خارج قطاع الصناعة اللي هو المتعلق بالمنتجات البترولية. الصناعة التحويلية هو تحويل مواد خام بأسلوب اقتصادي بسيط لمواد تمت الصنع عن طريق التدخل وتصنيعه لرفع قيمته التجارية وزيادة المردود منه. الصناعات التحويلية اللي هي الغير بترولية بتضم قطاعات كبيرة جدا، والحقيقة ان هي بتقود بالفعل قاطرة الصناعة المصرية وبنسب كبيرة جدا، بتصل الى حوالي 79% من القطاع الصناعي في مصر، والاستثمارات فيها ايضا استثمارات كبيرة بتتضمن كل القطاعات بداية من قطاعات الأغذية والمشروبات للملابس، تصنيع قطع الغيار، الأثاث، العديد من الصناعات الأخرى والصناعات الدوائية أيضا وصناعة اللقاحات اللي تم تطويرها بشكل كبير عقب جائحة كورونا وحققنا فيها نتائج إيجابية كبيرة. باختصار الصناعات التحويلية
بيعتمد عليها اقتصادات الدول المتقدمة وأيضا الدول اللي بتسعى لزيادة الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها عن طريق التركيز على الصناعة، خاصة أن بيدخل فيها أيضا الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، ومعظم الصناعات دي بتكون مرتبطة ببعضها سواء في سلاسل التوريد أو في التصنيع، وبيتم أيضا إدخالها في تصنيفات أخرى مثل صناعة التعهيد اللي هي بتعتمد مش على مجرد الإنتاج. احنا عارفين الإنتاج ليه ثلاث أنواع، إنتاج للتخزين، إنتاج حسب الطلب، وإنتاج اللي هو اللي بيتم دمج الاثنين دول مع بعض اللي هو إنتاج اللي بتدخل فيه صناعات التعهيد. الحقيقة مصر لها ميزة نسبية كبيرة جدا والعديد من المصانع العالمية، وفي العديد من المبادرات أيضا سواء اللي تم في الاستراتيجية الوطنية اللي تم إطلاقها في أبريل من عام 21 أو في القرارات اللي بتدعم الاستثمار. وإحنا عارفين طبعا أن الاستثمار الصناعي له أولوية هامة ومتقدمة في المرحلة المقبلة مع الاستثمارات أيضا وزيادة الاهتمام بالزراعة بالإضافة للتكنولوجيا والاتصالات. طيب أستاذ محمد، حضرتك قلت في كلامك أنه الصناعات التحولية مهمة لكل دولة، كمان الصادرات بالنسبة لاقتصاد أي دولة مهمة، وإحنا في السنوات الأخيرة شهدنا زيادة في الصادرات المصرية. التطور اللي بيحصل والزيادة في الصناعات التحولية في مصر مرتبط بهذه الزيادة في الصادرات؟ بكل تأكيد. خلينا أقول لحضرتك حاجة، الفترة اللي عقبت فترات الإغلاق واختلال سلاسل التوريد اللي هي الخاصة باللوجستيات النقل والتوصيل السلع، مصر حققت فيها انفراجة كبيرة جدا. الحقيقة ده كان قرار سيادي وقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال مسيرة التنمية وإنجاز المشروعات والاهتمام بالتصنيع على وجه الخصوص بشكل كبير جدا. ده أدى لزيادة الصادرات غير البترولية اللي احنا بنقول عليها الصناعات التحولية بشكل كبير للغاية، والصادرات الزراعية المصرية اللي هي الحاصلات بشكل محدد وصناعات الأغذية زادت بشكل كبير جدا وفتحت أسواق جديدة ما كانتش موجودة وبدون منافسة. والحقيقة إن السبب في كده يرجع للقرار باستكمال عملية التنمية والتصنيع، وبالطبع بتدخل في نسب كبيرة وحققت زيادات كبيرة على الرغم من عدم مواتاة الظروف الدولية والتغيرات في أسعار العملات اللي بتضرب الأسواق الدولية، إلا إن الصناعة المصرية وخاصة الحاصلات الزراعية حققت مكانة جيدة وحافظت على مكانتها المنافسة سواء في الشرق الأوسط أو الدول العربية أو القارة الأفريقية. طيب من هذا المحور أستاذ محمد، أهم المؤشرات الإيجابية اللي طرأت يعني على هذه القدرات التصنيعية مقارنة بالسنوات اللي فاتت، بمعنى كنا فين وبقينا فين؟ هقول لحضرتك حاجة، دايما الأرقام بتشير إلى حجم الإنجازات. إحنا عندنا حققنا أو السنة دي إن شاء الله هيكون عندنا 100 مليار و7 من عشرة، وده حجم كبير جدا إذا تم مقارنته ومعدل النمو، وبالمناسبة 19% ده سواء تم حسابه على الرقم القياسي أو على حسابه بالحسابات الجارية أو الثابتة في الاقتصاد بيعد معدل نمو كبير جدا، وبيدل على اختلاف في السياسات التصنيعية وسياسات استغلال القدرات الصناعية اللي مصر بتتمتع بيها. الحقيقة احنا عندنا مخطط طموح للوصول بالأرقام والصادرات وخاصة غير البترولية ل 100 مليار دولار. طبعا ده مستهدف في خلال سنة لغاية سنة 2030، وزيادة معدل المساهمة اللي حاليا بتتروح من 18% لمعدل يتروح بين 20 و25% وفق المخططات. طبعا في تغير كبير
من ناحية إنتاج السلع وأيضا نوعية الأسواق المستهدفة، خاصة إن الفترة السابقة تأثرت كثيرا باختلال سلاسل التوريد، ولكن السلع المصرية والصناعية حافظت على مكانتها في الأسواق. وأيضا المبادرات، سواء كانت المبادرات الرئاسية أو التوجهات الرئاسية لزيادة التصنيع والاهتمام بالتصنيع وإعادة تشغيل المصانع، مبادرة إبدأ، القرارات اللي تم اتخاذها بشأن تشجيع الاستثمار الصناعي، نشر المناطق الصناعية الجديدة، العديد من المحاور اللي بيتم التركيز عليها بشكل مستمر لزيادة الصادرات والوصول النفاذ للأسواق وفتح أسواق جديدة. المحاور اللي حضرتك ذكرتها، خلينا ناخد منها مثلا الاعتماد على المواد الخام المصرية، الهدف في تقليل الفاتورة الاستيرادية، ده شايف تأثيره إزاي وماشيين فيه إزاي يا أستاذ محمد؟ الحقيقة ده من أهم النقاط اللي بتستهدف تطوير الصناعة المصرية. أولا حضرتك عارفة الاختلالات، والبنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفايدة 11 مرة متتالية، كانت 0.25% بقت 4.5% حاليا. ده بيعمل ضغط كبير جدا على أسعار العملات في العالم كله، وبالتالي نسب التصدير، ولكنه في نفس الوقت بيفتح أسواق للعملة اللي هي سعرها أقل من الدولار ويسمح لها بالنفاذ لأسواق دي، نقطة لازم الكل ياخد باله منها. فمع الاتجاه ده في اتجاه لزيادة الاعتماد على المكون المحلي في الصناعات وحتى في كافة المشاريع، يعني مثلا مشروع حياة كريمة بيحتاج مواد والعديد من المعدات والأدوات والتجهيزات. الحقيقة كانت في توجيهات رئاسية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاعتماد على المكون المحلي بشكل كبير للغاية، وده هيوفر مليارات الدولارات، خاصة ان بعض الصناعات تم انشائها تحديدا خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات وانهاء التشطيبات الخاصة بالمباني وصناعة المواسير وبعض قطع الغيار. الحقيقة دي كانت فكرة، والفكرة تحولت لواقع وبتوفر ملايين، بل وعلى المدى المتوسط والطويل مليارات الدولارات، بالإضافة إلى أثرها الإيجابي إن هي بتعمل على زيادة العمالة وزيادة نسب التشغيل وفتح أفاق جديدة، بالإضافة لإمكانية تغيير النشاط والمشاركة بشكل كبير جدا في المناقصات، سواء كانت اللي بيطرحها الحكومة أو بيطرحها القطاع الخاص، وبالتالي زيادة الإنتاج بشكل كبير جدا والاعتماد على المكون المحلي. وكلنا شفنا في الأيام اللي فاتت بعض السلع المصرية اللي لقت رواج وشهرة كبيرة جدا، واكتشفنا ان هي موجودة وبأسعار اقل كتير من المستورد. يعني الموضوع بيخدم بس الداخل. يعني لهذا الاتجاه محتاج محفزات من الدولة للمستثمر والصانع بشكل عام، فإحلال المنتجات الوطنية لحل يعني الأزمات في الاستيراد، وفي نفس الوقت يكون عندنا جودة عالية وأسعار تنافسية. فالدولة هنا اشتغلت على ايه وعملت محفزات في نقاط علشان تسهل ده؟ الحقيقة خليني أبدأ بمبادرة إبدأ، لأني يعني شخصيا بحبها، وكانت سبب كبير جدا في تغير شكل الصناعة في وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب طبعا الإنجازات والاتفاقات اللي عقدت لنقل التكنولوجيا على المستوى الكبير. في أكثر من العديد من القرارات لزيادة الاستثمار في المجال الصناعي. أولا المعاملة المالية والضرائبية، ودي مهمة جدا. ثانيا الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط والحصول على التراخيص اللازمة، إنهاءها بوقت قياسي، سواء كانت عن طريق التكنولوجيا أو عن طريق الشباك الواحد، بل وصلت الأمر اللي الرخصة الذهبية، واللي العديد من الشركات، عشرات الشركات المصرية حصلت عليها، والمزيد منها سيتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة، خاصة مع إتاحة التقديم على الرخصة الذهبية دي عن طريق الإلكترون، وده الحقيقة طفرة كبيرة جدا. بالإضافة لكده نشاط التطوير الكبير في المناطق الصناعية، وقبل ما انسى أهم حاجة اللي هي المرافق وبيع الأراضي أو تأجيرها مقابل حق انتفاع بالمرافق. احنا شفنا تجارب قبل كده على الرغم من بناء العديد من المدن زي مثلا مدينة السادات، إنها مع الزمن وعدم توافر أولا البنى التحتية، البنى التحتية بالمناسبة مش عايز أقول إن هي أكتر من نص
أسرار نجاح الصناعة في أي دولة من الدول. النقطة المتعلقة بالبنى التحتية وإنشاء المجمعات الصناعية محتاجة أتكلم مع حضرتك أكتر فيها أستاذ محمد تأكيد. لكن لو تسمح لي نروح سريعا لهذا العرض المعلوماتي نعرف بعض التفاصيل ونرجع مرة تانية نكمل حديثنا. بجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا وبحضرتك أستاذ محمد. خلينا نكمل حديثنا عن الجهود اللي تمت والإنشاءات الخاصة بالبنى التحتية والاهتمام بالمجمعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية. إزاي خاصة كمان لو اتكلمنا عن البنى التحتية الطرق إزاي بتؤثر وبتسهل عملية التنمية والاقتصاد؟ هقول لحضرتك كان في رؤية استراتيجية للقيادة المصرية منذ تولي السلطة في عام 2014. الحقيقة كان مجموعة من التشابكات والتعقيدات. أنا فاكر قريت تقرير للبنك الدولي بيحدد خسائر مصر السنوية ب 10 مليار دولار وإن هي هتوصل ل 18 مليار دولار. الكلام ده كان سنة 2014 التقرير ده بسبب التأخر وخسارة كمية الوقود في الإشارات وعدم الوصول السريع لأماكن سواء كانت العمل أو الإنتاج بكافة أشكالها. الحقيقة النقطة دي كانت مهمة جدا لأن لا يوجد تنمية، لا يوجد تنمية اقتصادية، لا يوجد استثمار، لا يوجد صناعة، لا يوجد أي شيء بدون توفير طرق قادرة على اختصار المسافات وإنجاز الأعمال في وقت سريع. الحقيقة النقطة دي رفعت من تقييم مصر الحضاري سواء بالتنسيق الحضاري أو لأكثر من 124 مركز على مستوى التقييم الحضاري للدول. وضعت مصر في مصاف دول متقدمة. أمريكا النهاردة عندها مشكلة حقيقية وأنا كنت في 4 ولايات أمريكية فبقول لحضرتك عندهم مشكلة حقيقية في الطرق وتهالك الطرق والكباري بشكل كبير جدا ومحتاجين استثمارات بتريليونات الدولارات لمعالجة هذه المشكلة. إحنا ربنا ألهمنا وألهم القيادة السياسية بفضل ربنا طبعا وأنجزنا كمية من التشييد والبنى التحتية في كافة المجالات. بالمناسبة مش مجرد أنه هو طريق، لا ده خدمات وترفيق ودي كانت نقطة مهمة جدا لاستكمال المظهر الحضاري. يعني مش مجرد أنه طريق، لا في خدمات على الطريق سواء كانت خدمات لتنشيط النشاط التجاري والصناعي أو خدمات للمواطنين بالإضافة للاتصالات ومدها ومد شبكة الاتصالات بشكل كامل. واللي دخل معاها في الإطار ده حضرتك اللي هو المناطق الصناعية، المناطق الصناعية المتكاملة. كانت مشكلة إن بيبقى عندنا مناطق ومش عايز أذكر أسمائها بس كانت بتبقى شبه مهجورة. انت بتروحي بتلاقي مفيش خدمات، مفيش مرافق. نذكر مشاهدينا أستاذ محمد يعني حاول لحضرتك، أنا مش عايز أكرر الكلام بس إحنا اتنقلنا من العدم
لمركز منافس جدا في المناطق الصناعيه، وده بتتكامل مع خطه الدوله الانشائيه الكبيره جدا سواء في مجال الانشاءات للبنى التحتيه والشقق السكنيه والمجمعات، بالاضافه للمناطق الحره والصناعيه العديده اللي بتشمل كل اولا الخدمات والمرافق والتطوير الكبير في اللوجستيات، بمعنى ان انت تقدر تنقل الانتاج بتاعك لموانئ التصدير بسهوله، بل ايضا واقامه الموانئ الجافة، والموانئ الجافة دي بتساعد بشكل كبير جدا في دعم صناعة المواني والتعهيد وأيضا اللوجستيات العديدة. وفي العديد من المناطق الجافة بيتم الإعداد لها أو الموجودة بالفعل زي بتاعت مثلا مدينة نصر أقربها، ودي بتساهم بشكل كبير جدا في زيادة نسب التصدير وتوفير العديد من المبالغ اللي بيتم دفعها مثلا في أرضيات في مناطق أخرى، بالإضافة لأن سهولة التوزيع و توصيل السلع سواء لتجار التجزئة أو للمستهلك النهائي. نقدر نقول إن ده برضو راجع للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات في التراخيص الصناعية. هل إحنا كدولة مصرية بنسير على الطريق الصحيح في هذا الملف؟ بكل تأكيد. هقول لحضرتك حاجة، إحنا ما كناش موجودين على الخريطة مع كامل الاحترام، كان عندنا نوع ولكنه غير قادر على المنافسة والنفاذ للأسواق الدولية، وبعدين أنت عندك المنتج وعندك الإمكانيات لتصنيعه ولكنك ما بتوصلش للأسواق الخارجية. تسهيل الإجراءات والحوكمة والشمول المالي وتسهيل سواء كانت الإجراءات المالية أو الإلكترونية في التأسيس أو في ممارسة الأعمال نفسها والوصول للأسواق، ده من أحد أهم الطفرات اللي حصلت على أداء الحكومة المصرية، وبشكل خاص في تسهيل الإجراءات الإلكترونية وتسهيل أيضا وسائل الدفع والوصول للمعاملات المالية بشكل كبير، حتى بما فيها إنجاز المعاملات الضرائبية في عدة ساعات، مش عايز أقول دقايق، لبعض اللي عندهم أجهزة محاسبية جيدة بتقدر تنهي كل معاملاتك، ودي كانت نقطة كبيرة جدا بتساهل وتساهم، وأعتقد إن هي محتاجة مزيد من إلقاء الأضواء عليها في الفترة المقبلة، لأن احنا عندنا شغل كبير جدا، وأحد أسباب الوصول أيضا للجمهور هو الإعلام الهادف طبعا، اللي بيعرض ما كان موجود وما نعيشه حاليا والخطط الطموحة سواء كانت على المستوى الصناعي أو التجاري أو الخاصة بالتصدير والاستثمار بشكل عام. طب آخر كلام حضرتك بتقول يا أستاذ محمد، نعرض ما كان وما أصبحنا عليه والطموحات، من الطموحات والجهود اللي بتتم حاليا، حضرتك شايف مستقبل الصناعات التحويلية رايح لفين والجهود هتؤدي إليه؟ إن شاء الله هيكون عندنا طفرة صناعية، وما زال هناك المزيد من المحاور والخطط لتطوير الصناعة بشكل كبير، وخاصة في عام 24 إن شاء الله عام الخير وفترة جديدة من الإنجازات، زيادة الاهتمام بالتصنيع بشكل كبير جدا، توفير وحل المشاكل اللي بتقابل الصناعة، إدخال الصناعات الغير منضمة للاقتصاد الرسمي، أعتقد أنها هيكون فيها برضو بعض المبادرات والتشجيع، وزيادة سبل جذب الاستثمارات الخارجية سواء العربية أو الدولية، زيادة الاهتمام بصناعة التعهيد، بما يعني اللي ما يعرفش التعهيد اللي هي إنتاج المنتجات الأجنبية بأسماء وماركات عالمية بأيدي وصناعة مصرية، وعندنا الكثير من هذا ودي محتاجة حلقة وحلقات لوحدها. أيضا الاهتمام بتسهيل الإجراءات، حل المشاكل التمويلية بشكل كبير جدا، لأن برضو مش كل الناس ممكن تبقى تاجر وفاهم أو صناعي، ولكن هناك العديد من العقبات نتمنى إن هي تذول تماما، بالإضافة للقرارات الخاصة بتشجيع الاستثمار. أعتقد إن احنا هنشهد طفرة صناعية إن شاء الله بإذن الله. يعني مش بس صناعة التعهيد اللي محتاجة نتكلم عنها أكتر، ولكن كل الجهود كل والإجراءات أكيد محتاجة نتكلم أكتر، وأكيد لقاءاتنا مع حضرتك هتتجدد. أستاذ محمد شرفتنا ونورتنا في هذا الصباح، الأستاذ محمد عز الدين الكاتب المتخصص في شؤون الاقتصاد. شكرا لحضرتك أستاذ محمد مرة أخرى. مشاهدينا الآن وقفة مع الأخبار الرياضية والزميلة آيات عبد اللطيف، من جديد إليك آيات. شكرا رامي وتحياتي المشاهدين، وهذه جولتنا مع أبرز ما لدينا من أخبار الرياضة.
كشفت قائمة المنتخب الوطني التي أعلنها الاتحاد الإفريقي كاف المقرر مشاركته في أمم إفريقيا عن اختيار اللاعبين من 10 أندية ببطولة الدوري بالإضافة إلى 10 لاعبين محترفين، وجاءت أسماء أبرز المحترفين محمد صلاح، حمدي فتحي وتريزيجي وأحمد حسن كوكا والنيني وسام مرسي وأحمد حجازي وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد شريف. استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء تعديلات على تشكيل فريقه في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في ظل رغبته في منح الفرصة لبعض اللاعبين وإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين قبل المشاركة في كأس السوبر المصري بالإمارات نهاية الشهر الجاري. ويفكر كولر في منح الفرصة لأكثر من لاعب في فريق الأهلي مثل محمد مجدي أفشا وعمرو السلية وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وأليو ديانج وكريم الدبيس مع إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمود كهربا ومروان عطية ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحسين شحات وبيرسي تاو. حجز الزمالك مقعدا في ربع نهائي البطولة الكونفدرالية عقب تعادل مع ساغرادا الأنغولي أمس، وتعادل الزمالك مع مضايفه ساغرادا سلبيا بدون أهداف ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات. وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب أو ترتيب المجموعة، فيما وصل رصيد ساغرادا إلى 4 نقاط في المركز الثالث. حقق فريق يانج أفريكانز التنزاني فوزا كبيرا على ميدياما الغني بنتيجة 3 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري 2023-2024. وتقدم ياكومي زوزوا لفريق يانج أفريكانز صاحب الأرض أمام ميدياما بالدقيقة 33 من عمر أحداث الشوط الأول، وبالدقيقة 61 أحرز كندي موسوندا الهدف الثاني لفريق يانج أفريكانز التنزاني أمام ميدياما الغني لتصبح نتيجة 2-2 لصالح أصحاب الأرض. وعزز موداتير يحيى تقدم فريق يانج أفريكانز التنزاني أمام ميدياما الغني بهدف ثالث في الدقيقة 66 من عمر المباراة. ودع فريق إنتر ميلان منافسات بطولة كأس إيطاليا للموسم الحالي 2023-2024 بعد تعرضه لخسارة دراماتيكية أمام فريق بولونيا في الدور 16. وخسر إنتر ميلان أمام بولونيا بنتيجة 2-1 بعد وصول المباراة للأشواط الإضافية وانتهاء الوقت الأصلي بتعادل بدون أهداف. حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ألميريا أمس 3 أهداف في مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا، ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 38 نقطة بالمركز الثالث بالدوري الإسباني، بينما بقي ألميريا متزيلا الترتيب برصيد 5 نقاط فقط.
انتهت جولتنا مع أخبار الرياضة لهذا الصباح، وهذه عودة مرة أخرى إلى زميلي بالاستوديو يارا ورامي ولاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. شكرا لك زميلتنا العزيزة آيات عبد اللطيف، وبرحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا بعد قليل مع عاد يتجدد مع فقرة الصحافة والأبرز نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع. ضيف فقرة الصحافة النهاردة في هذا الصباح الكاتب الصحفي الأستاذ شادي زلطة المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام. يوم جديد كله حياة، شمسه بتبتسم وناسه هوا، والعصافير بتغني في سما، غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق يسهر الليل يحب ويتحب، مش ناقص غير القلب يدق يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نص التاني ويروح يروح معاه ويملى الحياة. اهلا بحضراتكم مشاهدينا لفقره الصحافه. ونشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاسبوع تضمن الجهود المتواصله لوقف التصعيد في غزه والحرص على سرعه دخول المساعدات بشكل فوري عبر معبر رفح البري، ده بجانب الاجتماعات واللقاءات الخاصه بمتابعه الملفات المختلفه مع الحكومه والجهود التنفيذيه المبذوله في تلك الملفات والمشروعات القوميه. هنناقش كل هذه الامور من خلال قراءه في المواقع والصحف التي ابرزت ذلك مع الأستاذ شادي زلطة الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة الأهرام. صباح الخير أستاذ شادي. صباح النور. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ شادي، وسريعا نبتدي على طول في عرض أبرز العناوين ونعود لنتناولها بالتفصيل.
بداية جولتنا الصحفية من خطاب الرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية. من اليوم السابع نقرأ عنوان الرئيس السيسي: اصطفاف المصريين في الانتخابات كان تصويتا لرفض الحرب في غزة. أستاذ شادي، كيف تابعت خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات والتأكيد على أن هذا الاصطفاف كان تصويتا للعالم أجمع ورفض للحرب غير الإنسانية في غزة، ويمكن كان الخطاب أيضا في صدق معهود دايما ويعني قريب من المواطنين؟ الحقيقة أن الخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني حمل العديد من الرسائل المهمة، واللي يمكن يعني أبرزت المشهد الانتخابي اللي تم بمختلف جوانبه، وعايز قراءة تحليلية طويلة. يعني المشهد الانتخابي في هذه الانتخابات الرئاسية محتاجة قراءة من جوانب عديدة جدا. يمكن الشعب المصري من خلال يعني كثافة المشاركة في الانتخابات والإدلاء في التصويت والمشاركة الإيجابية والحيوية والتفاعل الكبير اللي أوضحه المجتمع المصري والشعب المصري خلال الانتخابات بيعكس عدد كبير جدا من النقاط، أبرزها أن المصريين يعني بعثوا برسالة مهمة، وهي أنهم مصطفين خلف القيادة السياسية كرسالة واضحة ليس في الداخل فقط ولكن للعالم كله. يمكن ده من أبرز النقاط اللي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه. كمان المصريين أكدوا على أن فكرة الأمن والاستقرار الداخلي هي يعني أمر غير قابل للتفاوض، هي فكرة الالتفاف حول القيادة السياسية والاصطفاف في ظل تحديات جامة بتحيط بالدولة المصرية وتحديات غير مسبوقة حاليا، سواء من ناحية الصراع الدائر في غزة أو التوترات الموجودة في البحر الأحمر وغيرها من التحديات الحالية. يعني يمكن المصريين أكدوا في رسالة واضحة إن هم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيفوضوه بشكل واضح وصريح في استكمال المسيرة اللي بدأت من 2014، والعقبة يعني درس تعلموا المصريين جيدا وأصبحوا أكثر وعيا بعده في الفترة من 2011 ل 2013، بيأكدوا إن ما تم من معاناة ومثابرة وصبر ومواجهة للتحديات ومواجهة للإرهاب ومواجهة لتحديات كبيرة اقتصادية، برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي كان له تبعات والمصريين تحملوها خلف القيادة السياسية، يعني كل دي رسائل المصريين أصبحوا أكثر وعيا في إثباتها. وأيضا كمان التأكيد على أن هم هيكملوا المسيرة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن مقدرين الجهود التي بذلت وواثقين في ما سيبذل في المستقبل. تأكيد ده الشكل العام أو الفكرة، أنه ما تم وما سيتم هم مع القيادة السياسية ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه ما شافوا هذه المنجزات. طبعا يعني أنا خليني أقول لحضرتك بس أن على مدار السنين اللي فاتت كل خطوة كانت بتتم، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مشاركة في كل فعالية افتتاح ومشاركة في افتتاح مدينة، افتتاح مصنع، افتتاح حاجة متعلقة بالصناعات الاستراتيجية، الحديث الدائم عن بالأرقام عن ما يتم من إنجاز ومن واجهه من تحديات. الناس كانت بتسمع ده بشكل مستمر وواضح. إضافة لكل هذه الأفكار وهذه الإنجازات، الوقت الحثيث اللي احنا بنمر بيه كدولة مصرية وما يحاك لنا خارجيا على حدودنا الشرقية تحديدا، فده يعني بقى فيه نضج ووعي فعلي بدور المواطن في مساندة بلده قدام العالم كله. وطبعا خلينا اكمل لك استاذ رامي كمان ان المصريين كمان اكدوا من رسالتهم في المشاركه في المشهد الانتخابي بالشكل ده والاقبال غير المسبوق في الانتخابات الرئاسيه، بنتكلم في اكثر من 44 مليون صوت، بيأكدوا برساله واضحه ان هم لن يتنازلوا عن حقهم في استكمال ما تم من انجاز ومسيره البناء والتنميه اللي تمت على مدار سنوات. يعني كل ما واجهه المجتمع المصري خلال السنوات الماضيه من تحديات وتخطاها المجتمع بالمثابره والتحدي والعمل والجهد
يعني كل ده لن يضيع هذا يعني ملموس على أرض الواقع بالتأكيد. طب نروح سريع مع حضرتك لموقع مبتدأ ورئيس بيلاروسيا مهني أناسيسي، سياستكم أسهمت في إنجازات كبيرة، وعنوان آخر من مبتدأ الخارجية الصينية، مصر قادرة على تحقيق إنجازات أكبر تحت قيادة السيسي. من مبتدأ أيضا الرئيس التونسي يهني السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر. من اليوم السابع رئيس وزراء العراق يهنئ الرئيس السيسي ويؤكد حرص العراق على استمرار تعزيز العلاقات. أيضا من اليوم السابع رئيس جنوب إفريقيا يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة. وعنوان آخر من ملك الأردن، ملك الأردن يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر. ومن الدستور بوتين مهنئا الرئيس السيسي بالولاية الجديدة، فوز مقنع وتكليل لجهود كبيرة. تابعت ازاي تهنئة رؤساء وملوك الدول للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة؟ والحقيقة يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بعد إعلان النتيجة ما لا يقل عن 10 اتصالات هاتفية من رؤساء وملوك الدول، وتلقى العشرات البرقيات التهنئة، وسواء حتى كمان التهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رؤساء الحكومات ورؤساء الدول. وده بيعكس نقطة مهمة يعني لا تنفصل عما تحدثنا عنه منذ قليل، وهي فكرة أن الجهود المصرية اللي بذلت واللي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، جهود دبلوماسية وسياسة خارجية رزينة ويعني تتسم بالحكمة والتعامل بالتزان والمصالح المشتركة والتوازن في العلاقات مع مختلف الدول، يمكن ده عكسته هذه الاتصالات الهاتفية، هي فكرة تقوية العلاقات مع مختلف الدول من الشرق والغرب، وفكرة أيضا أن مصر أصبح لها ثقل سياسي واضح في المنطقة، وأصبح لها دور فاعل في التعامل مع الأزمات والتحديات الموجودة في المنطقة، وهذا أمر لا يمكن أن ينكره أحد. يعني مصر تتعامل بشكل رزين جدا مع التحديات الموجودة، وأصبح لها دور ملموس، وبالتالي يعني ده بينعكس بشكل واضح على العلاقات مع مختلف الدول سواء في المنطقة العربية أو سواء مع الدول الغربية. دول العالم أصبحت تنظر لمصر نظرة مختلفة بعد 2014. دول العالم أصبحت بتنظر لمصر على أنها ذات ثقل سياسي ولها القدرة على مواجهة التحديات والتعامل مع الأزمات الموجودة في المنطقة بشكل إيجابي جدا. ويمكن ده اللي عكسته أيضا الاتصالات الهاتفية اللي تمت يعني مع سيادة الرئيس. نعم. لو تسمح لي أستاذ شادي نرجع مرة تانية مع حضرتك ونتكلم عن الانتخابات واللي عكست الكثير وكان فيها مشاهد مختلفة. هنروح لبوابة الأهرام وعنوان خلال لقائه مرشحي الرئاسة 2024 الرئيس السيسي، الحوار بين مختلف الأطياف السياسية سمة أساسية للجمهورية الجديدة. ومن اليوم السابع الرئيس السيسي يؤكد للمرشحين بانتخابات الرئاسة تقديره لأدائهم السياسي. إزاي تابعت هذا اللقاء وهذا المشهد وتقدير الرئيس السيسي لمرشحي الرئاسة، الرسائل اللي قريتها من هذا اللقاء؟ يعني الحقيقة الرسائل دي يعني بترجع لفترة، يعني احنا امتدادا مثلا الحوار الوطني اللي تم واللي ضم كافة الأطياف المجتمع والتحدث بحرية ودون أي قيود عن مختلف القضايا والتحديات الموجودة داخل المجتمع المصري، والعمل يعني بتوصيات المختلفة اللي خرجت عن الحوار الوطني، اللي يمكن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بيستمع بعناية شديدة لهذه التوصيات والمقترحات. ده بيعكس الرؤية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي في فكرة التعامل مع مختلف الآراء والاستماع لمختلف المقترحات حول كافة التحديات اللي تواجه الدولة المصرية، يعني بشكل إيجابي جدا وبشكل يتسم بفكرة أن إجراء الحوار وحتى النقد البناء هو أمر هام في فكرة وجود تطوير ملموس لمختلف الخطوات اللي بتقوم بها الدولة المصرية. كمان يمكن الرسالة اللي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه في هذه النقطة تحديدا هي بتؤكد على فكرة أن مصر يعني تتسع لمختلف الآراء ومختلف الأطراف التي يمكن أن تشارك بشكل إيجابي جدا في عملية مسيرة البناء والتنمية. ويمكن الرئيس بعد بهذه الرسالة العديد من المرات في مختلف الفعاليات. تختلف التوجهات ولكن الهدف الأسمى والأول هو الارتقاء بالدولة المصرية والوطن بالتأكيد. أستاذ شادي اسمح لي نروح مع حضرتك لآخر أخبارنا والجهود المصرية المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية. ومن مبتدأ تحديدا نقرأ الرئيس السيسي يؤكد لوزير الدفاع اليوناني على أهمية
حماية أهالي غزة من الوضع المأساوي. من بوابة الأهرام الرئيس السيسي يشدد على أهمية حماية أهالي قطاع غزة من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعانون منه. لقاء هام يعني ضمن لقاءات الرئيس السيسي لبحث الأوضاع في غزة، تابعته إزاي تلك اللقاء؟ وتشديد الرئيس السيسي مستمر على أهمية حماية أهل قطاع غزة من الوضع الإنساني المأساوي اللي بيعيشه. والحقيقة يمكن اللقاء ده تناول عدد من النقاط الهامة سواء في الشق الثنائي واللي تم خلاله تناول تعزيز العلاقات الثنائية ما بين مصر واليونان، واللي يمكن شهدت طفرة كبيرة على مدار السنوات الماضية. هناك تعاون اقتصادي وطيد، هناك تعاون عسكري ما بين الدولتين، فكرة أيضا التنسيق المستمر لمواجهة التحديات اللي بتمر بها المنطقة وخاصة على حدود مصر الشرقية، فكرة أيضا استعراض الجهود المصرية اللي بتقوم يعني الدولة قامت بها على مدار الأيام الماضية فيما يتعلق بتعامل مع الأزمة داخل قطاع غزة، وفكرة إرسال مساعدات واستمرار تدفقها لداخل القطاع. يعني الحقيقة أن يمكن مصر بذلت جهود كبيرة جدا خلال الأيام الماضية عشان خاطر تواصل استمرار تدفق هذه المساعدات داخل قطاع غزة، وأصبحت أيضا هي المعبر الأساسي لوصول المساعدات الخارجية لداخل القطاع. مصر بتتحرك بإيجابية شديدة بالفعل. جدا في هذا الملف. نعم. ويعني وتصر على فكرة إنهاء هذه الأزمة بشكل أو بحل سياسي يصل في النهاية لحل الدولتين. نعم، يعني أستاذ شادي دايما رؤيتك وتحاليلك للأخبار بيضيف لنا الكثير وبيوضح لنا تفاصيل أكتر. أنا بشكرك على وجودك معنا، شرفتنا في هذا الصباح. الأستاذ شادي زلطة الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية لجريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا رامي. شكرا لك يا يارا، شكرا لحضرتك مرة تانية أستاذ شادي. ومشاهدينا شكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة لهذا الصباح. بنتمنى لكم خميس سعيد وجمعة مباركة غدا بإذن الله، صباح جديد يجمعنا على إكسترا نيوز، ودمتم دائما في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.